المحتوى ده سهل النجاح فيه جدا، تنجح فيه نجاح باهر لو عملته صح. المحتوى ده ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وجمهوره كبير وصغير. المحتوى ده مش محتاج من حضرتك اي امكانيات، بواسطة الموبايل بس تقدر تشتغل بيه. المحتوى ده مش محتاج من حضرتك سكريبتات، اي مسلسل تجيب منه موقف قادر تحوله الى فيديو، اي سكريبت على الفيسبوك، اي سكريبت او اي بوست موجود قدام حضرتك ممكن تحوله لمشهد. ولكن هنا بنعتمد على الطريقة والاسلوب والشخصية وطريقة الساوند افكت والمؤثرات والحاجات دي، ولكن انا مش هتكلم على المؤثرات دلوقتي، خليني اتكلم على التطبيق اللي انا شايفه قدامي، تاون كرياتيف انيميشن. بصراحة انا حبيت التطبيق ده، التطبيق ده انا قعدت تقريبا 30 دقيقة عليه. بصراحة عملت اكتر من فيديو، وكل فيديو او كل تجربة ورا التانية بتعلم حاجة جديدة. وعايز اقولك ان ده في استثمار، انك تدفع فلوس وتاخد مزايا اكتر. وانا بقول لحضرتك عادي جدا انك تدفع فلوس وتتعلم، ولكن العيب الوحيد في التطبيق ده انه بس انجليش. مش مشكلة، اعمل دن. بعد لما بتعمل دن بيجي لحضرتك الشكل ده وعلامة الزائد. لما بتيجي على علامة الزائد بيقول لحضرتك عايزه فيديو ولا كوميكس؟ انا عايزه فيديو. لما يفتح عند حضرتك بالشكل ده بيكون فيه حاجة مجانية وحاجة مدفوعة. يعني ده مجاني وده مدفوع. ده مجاني، بص ده مجاني، اضغط عليه. ده مجاني، ده مجاني، لا ده مدفوع. بتعرف منين المجاني والمدفوع؟ من العلامة النجمة الخاصة اللي تحت النجمة دي والنجمة دي. النجمة دي معناها انه مدفوع. الفري مكتوب عليه فري اهو، فري فري، ده مدفوع، تضغط عليه يظهر لك كده، ده فري. فانت حضرتك بتختار اللوكيشن اللي انت عايزه او المكان اللي يناسب القصة بتاعتك او المشهد اللي انت بتمثله. يعني مثلا كان في محمد رمضان في جراج، اجيب جراج، مش ينفع احط محمد رمضان في كافيه. او اجيب محمد رمضان وهو بيتكلم مع الراجل مثلا في كافيه، وهو بيقول لك ايه انا ضابط سيادة الضابط، فاعمله في اللوكيشن الكافيه واحطه في الكافيه وابدا اقلد الاصوات واقلد الشخصيات. طيب انت حطيت اللوكيشن بس، نيكست، فين الشخصيات؟ الشخصيات اهي عند حضرتك. المجاني اللي بتقدر تحمله، المجاني اللي بتقدر تحمله، المجاني اللي بتقدر تحمله، المجاني اللي بتقدر تحمله. وتقريبا انا ضفت 4 أو 5 شخصيات موجودة في نفس اللوكيشن نفسه، واعمل نيكست. دلوقتي حضرتك عندك، لو جيت ماشي نيكست فريم، اوكي اقفل ماشي، عندك ادي شخصية 2 3، والشخصيات التانية لو عايز تضيف بتيجي هنا وتضغط هنا مثلا، ادي جبت تبت ليه الرابع اهو، الرابع. طيب كل واحد من دول انت حضرتك بتضيفه بكل حاجة اسمها افريم. افريم على اليمين ده يعني بداية المشهد. يعني مثلا خلينا نقول ان الشخص ده هيبص كده يقول اهو، اعمل بس علامة التسجيل، بص علامة التسجيل ثانية اهي، علامة التسجيل، واعمل استخدام اثناء التطبيق ماشي. سلام عليكم، ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ بتعملوا هنا في الايه، في الكافيه، عايزين نفطر. وقف، اوكي نيكست فريم. خلصت الفريم التاني يجي على اللي بعديه. ايه يا عم انت اتاخرت علينا ليه؟ احنا قاعدين مستناك من الساعه 9. في يا جدع، احنا مش ناقصين الوجع دماغ. اوكي خلصت نيكست فريم. جت البت دي راحت واخده لوكيشن الغضبانه اهو، اللوكيشن الغضبانه او النضاره او الهابي السعيده او المضروبه، وراحت قايله كلام، يا جماعه انا النهارده جايه مضروبه في البيت من امي علشان نازله من وراها. وعملت ايه؟ سيف، ورحت عامل كده وعامل نيكست فريم، ورحت جاي على الواد الغلبان ده اللي تحت، قلت راسي انا عايز امشي، انا مش ناقص لكم، في ايه؟ تمام، ورحت عامل نيكست فريم. بعد كده مشيت الشخصية دي ورحت عامل نيكست فريم، ورحت قايل كده ياه الرد ده مشي، ده كان رخم قوي. تمام، ورحت عامل نيكست فريم. كده انا خلصت الايه، الفريمات اللي موجودة. لو جينا عملنا بلاي، السلام عليكم، يا جدعان عاملين ايه؟ بتعملوا هنا في الايه، في الكافيه، عايزين نفطر. ايه يا عم انت اتاخرت علينا ليه؟
تمام، انا خلصت الوضع اللي انا عملته. طب بس انا عايز اشوف الواد ده هو بيمشي، انا عايز اشوف كده، عايز اشوف هو بيمشي بس ايه اللي حصل، هو مشي ازاي، او وجوده ما كانش موجود ازاي. لان في بعض الاحيان انت هتحتاج بعض المونتاج تاخده عليه وتحط الساوند افكت وتعمل الزوم ان والزوم اوت وتطلعه من برنامج الفي ان او الكاب كات او اي حاجه من الحاجات دي. استنى نشوف الواد ده اللي بيتكلم اهو، اهو طلع تمام كده. الكيم فريم الحمد لله استفدنا وعرفنا منه، عملنا ستوب، خلصنا اللوكيشن بتاعنا والكلام ده كله بتاعك انت. تضغط على الشخصية اللي موجودة عندك، تعمل الهابي، تعمل الحزين، تختار مع حضرتك الملابس اللي انت عايزها، الفيونكة اللي انت عايزها، تختار مع حضرتك الصوت، تختار الفويس، كل الكلام ده. بس خد بالك في حاجات هنا بفلوس، وطبعا هنا لو جينا بصينا برضو حاجات بفلوس بيستخدمها، زي مثلا انك تحطها، ممكن تحطها على فكره ببرنامج المونتاج عن طريق انك تنزلها بي ان جي من غير ما تدفع فلوس، ماشي. ودي ممكن تحط تغير الباك جراوند بباك جراوند تانية مختلفه وغيرت الوضعيه، اوكي. ودي استيكرات موجوده زي اوبس، فاهم، تقدر تحطها كده وتسيبها في كي فريم، تطلع اوبس كده في كي فريم. كل الكلام اللي قدام حضرتك ده بعد كده تعمل اكسبورت. لما تيجي تعمل اكسبورت بيقول لحضرتك كونتنت او كونكتد ويز جوجل، اعمل كونكتد ويز جوجل واختار مثلا اي جيميل عندك، وخد بالك هو امن، واعمل اكسبورت. وبعد كده اكتب هنا مثلا ايه التطبيق الاول مثلا، واعمل تم، ماشي. هو اتكتب بالشكل ده مش مشكله، ماشي. واعمل لو عايز تشيل العلامه المائيه بس بفلوس، خد بالك بفلوس مش ببلاش، اعمل اكسبورت، اعمل السماح ان هو يوصل. بعد كده بيعمل لحضرتك اكسبورت وهنشوف النتيجه في الاخر. وعايز اقول لحضرتك انك قادر تستغله في كرتون لمده 30 يوم في رمضان، عندك اغلب المقاطع المشهوره في المسلسلات قادر تعملها بشكل كوميدي. حاول على قد ما تقدر وانت بتسجل اسمك، سجل باسم قناتك علشان يظهر بالشكل ده. الموضوع سهل، العلامه المائيه لا تؤثر في قبولك او رفضك في الفترة دي، ولكن مع الوقت لما تبدأ تشتغل ابقى اشتري وادفع فلوس. الحاجات دي بتنجح نجاح باهر وليها جمهورها، بس محتاج من حضرتك التفرغ، كتابة سكريبت حلو، إضافة مؤثرات صوتية، الشخصية، تون الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لازم يكون صوتك مختلف من شخصية للتانية، وأسماء الشخصيات زي مثلا ده ممكن تسميه زعبولة، ده تسميه يحزنون، ده ام سرم، ده ابو سرم، براحتك. المهم انك تسمي اسماء تحفظ للناس والناس تكون بتدور على الشخصية بشكل مستمر. هسيب لحضرتك الجزء ده في نهاية الفيديو تسمعه، وانا بأكد لحضرتك ان الفكرة دي فكرة بمليون جنيه حرفيا، تقدر تنجح بيها نجاح باهر وتقدر تحقق اللي انت معرفتش تحققه بإمكانيات واو معاك بالموبايل. ماشي، سلام عليكم، ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ بتعملوا ايه هنا في الايه؟ في الكافيه، عايزين نفطر. ايه يا عم انت اتاخرت علينا ليه؟ احنا قاعدين مستنيك من الساعه 9. في ايه يا جدع؟ احنا مش ناقصين الوجع دماغ. اوكي كلام يا جماعة، أنا النهاردة جاية مضروبة في البيت من أمي علشان نزلة من وراها. كلت راسي، أنا عايز أمشي، أنا مش ناقص لكم، في إيه؟ ياه الرد ده مشي، ده كان رخم أوي. حضرتك سمعت الصوت تقريباً، أنا ما كنتش قريب من التليفون، أنا كنت بتكلم كده وبسجل للمايك ده ومش مهتم بصوت الفيديو، لكن أنت لازم تهتم بصوت الفيديو. الاهم ليا الفيديو اللي انا بتكلم فيه، الاهم ليك الفيديو اللي حضرتك بتسجله، فحاول يكون صوتك موجه للتليفون بشكل مباشر. لو عندك اي صوت خارجي حاول تستخدم المايك العادي اللي جاي مع الموبايل نفسه، وحلو جدا وتقدر تشتغل بيه وسهل جدا ان حضرتك تعمل بيه لو مش عندك مايك. لو عايز تستثمر وتشتري مايك اشتري مايك، لو عايز تنزل تحت البطانية وتسجل صدقني انزل تحت البطانية وسجل، مفيش اي مشكلة. الاهم
انك تطلع الفيديو بصوت كويس، وكمان حاول تسمع او تتعلم عن الساوند افكت والزوم ان والزوم اوت. الزوم ان زي اللي حضرتك شفته، والزوم اوت زي اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي. شكرا.